تقدم مفاجآت دايما على ملعبها. طبعا الحمد لله، يعني الحمد لله على المكسب النهارده، والمكسب وعوده الروح تاني للفرقه الحمد لله. الماتش اللي فات طبعا ده كان عامل احباط جامد جدا جدا للفريق، بس الحمد لله ان احنا قدرنا نقف تاني على رجلينا، والولاد يستعيدوا تاني روحهم اللي موجوده، ومكسب مهم جدا جدا يعني عشان بس يخلينا موجودين لسه في المنافسه، وربنا ييسر ان شاء الله في اللي جاي. التعامل النفسي قبل المواجهات دي، وخاصة انت عارف كهربة الاسماعيلية والموقف الحساس للفريق في جدول الترتيب، فأكيد كان في تأهيل نفسي ومعنوي قبل هذا اللقاء. والله بص، كل المباريات صعبة، وانا قلت لك قبل كده ان كل المباريات صعبة، مفيش مباراة سهلة تحديدا كمان في الناس اللي بتقابلنا كلها. الحمد لله كهرباء الاسماعيلية طبعا فريق محترم جدا، وعلى ملعبه صعب جدا جدا، مش بالسهولة يعني ان انت تكسب فرقة زي كهرباء في ملعبها، وخصوصا ان هي جاية وعندها روح عالية جدا من مكسبها للسويس الماتش اللي فات 2-0 في ملعب السويس، او 2-1 في ملعب السويس. لكن الحمد لله النهاردة الولاد قدروا يقفوا على حيلهم، وده كان الأهم بالنسبة لنا، ان هم يرجعوا لثقتهم تاني ويرجعوا لنفسهم تاني، ويحسوا ان احنا لسه بدري، ولسه منافسه موجوده، ولسه الامل موجود، فربنا ييسر الحال ان شاء الله باذن الله. على ذكر حضرتك ان المواجهات بتكون صعبه، ده يخلينا نقول ان سيراميكا كليوباترا دايما مواجهاتها صعبه، خاصه ان سيراميكا بتقابل الفرق وهي كتاب مفتوح، لان مباريات سيراميكا كلها بتنقل طبعا على صدى البلد، واكيد الفرق بتتابع وبتشوف، فده بيصعب مواجهتكم، لان طبعا اكيد المباريات الثانيه بتبقى انت بتقابل شيء من يعني يمكن الفرق بيكون عندها شيء من الغموض شويه، لكن سيراميكا بيكون كتاب مفتوح لكل الفرق اللي بتواجهها. طبعا احنا من البدايه خالص واحنا بنعاني من الموضوع ده، ان احنا الفرق كلها مذاكرانا كويس وشايفانا كويس، ولكن ده يعني ممكن يبقى سلاح ذو حدين. لكن احنا الحقيقه في طول الفتره اللي فاتت بنقابل صعوبات جدا جدا، ان الناس كلها بتلعبنا بروح مختلفه جدا، الناس كلها شايفانا كويس، لكن الحمد لله ان احنا النهارده قدرنا نتغلب على ده، والمفروض ان احنا خلاص بقى يعني احنا تعدينا المرحله دي، ان احنا الناس بتشوفنا وعارفانا، فالمفروض ان احنا فرقه كبيره، وان شاء الله باذن الله اللي جاي يبقى احسن. ولكن هي الاصرار على الفكره ان تقديم طبعا مباريات ومواجهات دوري القسم الثاني لكل محبي وعشاق القسم الثاني، وبالتاكيد النهارده كان الكل بيتابع ويشوف فريق كهرباء الاسماعيليه، خاصه في الاسماعيليه والمحافظات الاخرى. طبعا اكيد اكيد احنا الخدمه دي طبعا هنشكر عليها قناه صدى البلد وكل القائمين عليها. الناس بدات تستمتع وترجع تاني تتفرج على دوري القسم الثاني، لكن احنا مش هنحرم الناس علشان ان احنا بنقابل صعوبات يعني، فالحمد لله على كده، وربنا يعيننا بقى على اللي جاي ان شاء الله باذن الله يعني. برضو عايز اقول ان احنا النهارده خسرنا خساره كبيره جدا بطرد كاجو، طرد انا هلومه عليه جدا جدا طبعا، لان كاجو لعيب مؤثر، لعيب مهم جدا في الفريق، خصوصا ان احنا كل المواجهات اللي جايه مواجهات صعبه جدا، لكن هو النهارده الحقيقه يعني مش عارف، هو طبعا شدت اللعيبه كل حاجه، بس ما كانش ينفع خالص اللي عمله ده ان احنا نخسره. عايز اقول لك ان يعني الطرد بتاع كاجو واصابه ضيا النهارده، ومعرفش اصابه شادي ايه ظروفها، ممكن تكون مؤثره جدا جدا الفتره اللي جايه، فربنا يا رب ييسر الحال ان شاء الله في اللي جاي، لان اللي جاي اصعب بكتير يعني. شكرا، الله يبارك فيك، وتحياتي للدكتور ايهاب والكابتن هاني طبعا، ودكتور انا مش عارفش مين اللي موجود معانا النهارده في الاستوديو، بس يعني طبعا برحب بيهم، انا نسيت ارحب بيهم في البدايه يعني. شكرا جزيلا ليكم. شكرا، عوده ليك دكتور ايهاب الكومي.